بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تأبط شرا، وهو ثابت بن جابر ابن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار. وسمي تأبط شرا لأنه تأبط سيفا وخرج، فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: تأبط شرا وخرج. وهذا أشهر ما قيل في سبب تلقيبه به. وكان أحد لصوص العرب المغيرين قرينا للشنفر الأزدي وعمرو بن براق، وكانوا ثلاثتهم من العدائين الذين يعدون على أرجلهم فلا يدركهم الطلب، بل كانوا أعدى العدائين في العرب لم تلحقهم الخيل. وقد قال هذه القصيدة يصف فيها الطيف ويذكر حادث هربه من بجيلة حين أرصدوا له كمينا على ماء فأخذوه وكتفوه بوتر، ثم دبر حيلة بارعة هو وعمرو بن براق والشنفرة تمكن بها الثلاثة من النجاء عدوا على الأقدام. وفيها تصوير جيد لقوة جريه وشدة عدوه، ثم وصف الرجل السيد الذي يركن إليه، ثم فخر بتجشمه الأخطار وأشاد بكرمه منددا بمن يلومه على إنفاق ماله. قال: يا عيد ما لك من شوق وإيراق، ومر طيف على الأهوال طراق، يسري على الأين والحيات محتفيا، نفسي فداؤك من سار على ساقي. إني إذا خلة ظنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي، إني إذا خلة ظنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاقي، نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبط الرهط أرواقي. ليلة صاحوا وأغروا بسراعهم بالعيكتين لدى معد بن براقي، كأنما حثحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباقي. لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاقي، حتى نجوت ولما ينزع سلبي بواله من قبيض الشد غيداقي. ولا أقول إذا ما خلة صرمت يا ويح نفسي من شوق وإشفاقي، لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباقي، سباقي غايات مجد في عشيرته مرجع الصوت هدا بين أرفاقي، عارض ظنابي بممتد نواشره مدلاج أدهى مواهي الماء غساقي، حمال ألوية شهاد أندية قوال محكمة جواب آفاقي، فذاك همي وغزوي أستغيث به إذا استغث بضاف الرأس نغاقي، كالحقف حدأه النامون قلت له ذو ثلتين وذو بهم وأرباقي، وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراقي، بادرت قنتها صحبي وما كسلوا حتى نميت إليها بعد إشراقي، لا شيء في ريدها إلا نعامتها منها هزيم ومنها قائم باقي، بشرثة خلق يقل بنان بها شددت فيها سريحا بعد إطراقي، بل من لعذالة خذالة أشب حرق باللوم جلدي أي تحراقي، يقول أهلكت مالا لو قانعت به من ثوب صدق ومن بز وأعلاقي، عاذلتي إن بعض اللوم معنفة وهل متاع وإن أبقيته باقي، إني زعيم لئن لم تتركوا عذلي أن يسأل الحي عني أهل آفاقي، أن يسأل القوم عني أهل معرفة فلا يخبرهم عن ثابت لاقي، سدد خلالك من مال تجمعه حتى تلاقي الذي كل امرئ لاقي، لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي.